إن أهداف التنمية المستدامة هي ثمرة لعملية العولمة، إن نشأتها كانت في نهاية التسعينات من القرن الماضي قبل إعلان الألفية الذي أطلق الأهداف الإنمائية للألفية التي تعتبر آباء الأهداف الحالية. أما الأجداد فينبغي البحث عنهم في فترة التعاون الإنمائي في بداية التسعينات من القرن الماضي. آنذاك انهار جدار برلين، وإن المساعدات الإنمائية الرسمية كانت تبحث عن سبب جديد لوجودها، والغاية من ذلك كان يكمن في احتواء الاتحاد السوفيتي. هذه السياسة المتبعة من قبل البلدان الغربية في ظل الحرب الباردة. إذن بعد انهيار جدار برلين، وبالتالي ما عادت هناك حاجة لاستمالة أنظمة صديقة لمواجهة التمدد الشيوعي، وهذه المساعدات الإنمائية الرسمية بدأت تتقلص، وبالتالي بدأنا نبحث عن أهداف جديدة، ليس فقط التضامن. نعم، التضامن كان حاضرا دائما وأبدا، وبالتالي فإنه داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قام الأطراف العاملون في هذا المجال بالعمل لحشد الأطراف المعنية ومن أجل التأكيد على هذه القيم الأخلاقية والاجتماعية، ولكن أيضا حتى تكون هذه الأهداف في خدمة الجميع. وبالتالي نشأت هذه الفكرة في هذه الأجهزة والوكالات، ولا سيما وكالة التنمية الأمريكية الدولية. إن العمل آنذاك أفضى إلى إعداد تقرير يعود إلى عام 1996، والذي يرى آفاق التعاون الإنمائي بحلول الأعوام التالية. وفي هذا التقرير وجد نفس الأفكار والأهداف التي كانت والتي تم اعتمادها في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. خلال هذه الفترة بشكل موازن، قامت الأمم المتحدة بحشد الرأي العام الدولي لصالح التنمية في العالم. الفكرة السائدة آنذاك داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رأت الأمم المتحدة بأنها أفكار مهمة وجديرة بالاهتمام، وبالتالي فإن الأمانة العامة أرادت أن تعمم هذه الأفكار وهذه الأهداف على جميع أنحاء العالم، وألا تكون حكرا على البلدان الغنية فقط. إذن بعد الأعمال والأشغال التي تمت في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة وفي إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2000، كان هناك اعتماد إعلان أهداف الإنمائية للألفية. إذن بالإضافة إلى الأهداف الستة التي تم تقديمها سابقا من قبل اللجنة، ولكن أيضا كان هناك هدفان آخران فيما يتعلق بالنمو الشامل، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى الأهداف الإنمائية للألفية. إن بداية هذا الإعلان كانت بداية متواضعة، حيث كان فقط إعلان سياسي دون بعد ملزم وإلزامي، وبالتالي فإن هذه الخطوات كانت خطوات بيروقراطية تعني بشكل أساسي الوكالات العاملة في مجال التنموية. وينبغي تمويل هذه الأهداف من قبل البلدان الغنية لصالح البلدان النامية. وبعد ذلك في عام 2003 قام جيف ساكس بإعداء تقرير في المساعدات الإنمائية الرسمية استند فيها على الأهداف الإنمائية للألفية، وحدد الجهود التي ينبغي المجتمع الدولي القيام بها من أجل دعم النمو. آنذاك بدأت الطريدة تفلت من يد الصياد إذا جاز التعبير، فإن الحكومات الدولية والمنظمات غير الحكومية بدأت تركز على هذه الأفكار والأهداف، حيث وجدت فيها وجهة ومقصدا من أجل الحصول على نتائج ومن أجل بناء مجتمع عالمي أكثر عدلا، أكثر إنصافا وأكثر استدامة. وهذه الكلمات المتمثلة بالعدالة والإنصاف والاستدامة أخذت تدخل في الخطابات السياسية والأخلاقية آنذاك، والحكومات أيضا من جانبها انخرطت في هذا الموضوع، ولا سيما
الحكومات في البلدان النامية التي رأت في هذه الأهداف كحجة لمواجهة الجهات المانحة، قائلة: إذا نحن توجهنا إلى الأهداف الأنمائية للألفية والتي تعتبر معايير دولية للمساعدات، وبالتالي هم يستحقون الحصول على المساعدات الأنمائية الرسمية من قبل الحكومات والوكالات. إذن شيئا فشيئا الحكومات والمجتمع الدولي بدأ يتحدث عن الأهداف الإنمائية للألفية، حتى أنها أصبحت لغة مشتركة شائعة في كل الوكالات والحكومات العاملة في مجال التنمية. مع مرور الزمن زاد زخم هذه الحركة، وبعد عام 2010 بدأنا نطرح مسألة إيجاد تتمة للأهداف الإنمائية للألفية. الأمانة العامة المتحدة أطلقت آنذاك فريقا رفيع المستوى معني بأجندة التنمية لما بعد عام 2015، وتم تكليف 3 رؤساء للجمهورية من أجل وصف وأعداد تصور لما يمكن أن يحدث ما بعد أهداف الإنمائية للألفية، وبعد عمليات تشاورية واسعة مع المجتمع المدني والحكومات والأطراف الفاعلة في التنمية. إذن كان هناك عمل جبار أفضى إلى إعداد تقرير جديد وتوصيات. هذا التقرير يقترح سلسلة من الأهداف الجديدة لتكون سلفا للأهداف الإنمائية الألفية، والتي تمثلت بأهداف التنمية المستدامة المسمى بالإنجليزية SDGs، والتي تم اعتمادها بعد ذلك في الأمم المتحدة. هذا التقرير كان يقول بأن الأمر لا يتعلق بتحديد فقط الأهداف بالنسبة للبلدان النامية، بل بالنسبة لكل الكوكب. نعم، البلدان الغنية والفقيرة لديها مشاكلها، الفقر المحلي والعالمي، وأن كل هذه المشاكل ينبغي التعامل معها في آن واحد وفي كل مكان. وشيئا فشيئا هذه الأفكار أخذت تؤثر على الرأي العام العالمي، وفي هذا التقرير يؤكد على المحرك الأساسي للتقدم لا يكمن في التحويلات المالية والمساعدات المالية، بل هو النمو الاقتصادي. إذن هذا التقرير يتحدث عن النمو الاقتصادي ودور هذا النمو الاقتصادي في القضاء على الفقر، ويتحدث عن النمو الشامل وإعادة التوزيع والاستدامة. وبالتالي هذه الموضوعات، هذه المصطلحات موجودة في صميم هذا التقرير. وبالتالي هذا الأمر يدرك بأنه منذ عام 2000 كانت هناك سلسلة وجولات من الأشغال والأعمال على المستوى الدولي في موضوعات التنوع الحيوي والبيئة، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجندة الاقتصادية والسياسية والاقتصادية للعالم. ما يقول هذا التقرير بأنه لا نستطيع نتصور العالم دون الحديث عن الحوكمة الرشيدة، المؤسسات والحريات العامة. هذا مهم جدا. هذه ثمرة عالم جاء بعد انهيار جدار برلين. آنذاك كان يمكن تناول موضوعات حقوق الإنسان والحريات العامة رغم وجود بعض الأنظمة الاستبدادية على هذه الأرض. هذا العمل تم تناوله مجددا من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، وخلال سنتين من المفاوضات في إطار الحكومات تم التوصل إلى شيء غريب، لأن نتيجة هذه الأعمال هي قريبة جدا من النتائج التي توصل إليها التقرير السابق، بفضل هذا التوافق الواسع في الآراء من أجل صياغة أهداف عالمية للكوكب، أي إيجاد مهمة واحدة وفريدة لعالمنا من الآن وحتى عام 2030 من أجل إيجاد عالم أفضل ومن أجل القضاء على الفقر، ولا سيما تحت شعار لا يجب علينا أن ندع أحدا خلف الركب، سواء في البلدان المتقدمة أو البلدان النامية. وشيئا فشيئا بعد سنتين من المفاوضات وبعد الكثير من المفاوضات نشأت أهداف التنمية المستدامة التي فرضت نفسها على كل المجتمع الدولي، على كل الحكومات وعلى كل أطراف العامة. مقارنة بالأهداف الإنمائية للألفية فهي تشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، حتى إنه تم تغيير النموذج، حيث لم نعد نتحدث عن إعادة توزيع بل نمو، نتحدث عن النمو ليس فقط النمو البيئة، ليس فقط النمو الاقتصادي، نتحدث عن مساهمة القطاع الخاص وليس فقط مساهمة أطراف الفاعلة من المجتمع المدني والتضامن، ولكن
هناك موضوعان أساسيان بقيا خارج هذه العملية علينا أن نشير إليهما. هناك من جهة الثقافة، حيث الثقافة بقيت غير مرئية في هذه المفاوضات الدولية، وربما ينبغي على الثقافة أن تكون موضوعا للمفاوضات المقبلة. وهناك أيضا موضوع الحريات العامة، نتحدث عن جودة المؤسسات ولكن لا نتحدث عن الحريات ولا عن حقوق الإنسان ولا عن حقوق المواطن. كنا نستطيع أن نتصور أنه من خلال هذه العملية أن نبني هذه الأهداف بناء على حقوق الإنسان وحقوق الطبيعة، ولكن لغة الحقوق تم تفاديها بعناية من أجل عدم مواجهة بعض الأنظمة القوية داخل الأمان العام للأمم المتحدة. إذن خلال السنوات 25 و30 الماضية، وإذا نظرنا ما آلت إليه أهداف التنمية المستدامة، نحن رأينا بأنه هناك أن هذه الأهداف أصبح محفلا للتضامن والسعي نحو الوحدة والتماسك، وهذا يتعارض مع ما يتعرض له العالم من التصدع، ولا سيما في عام 2010 في أوروبا وفي الأمم المتحدة، وفي الصعوبات التي يتم مواجهتها من أجل الوصول إلى توافق بشأن القضايا السياسية والبيئية. وهناك أيضا إمكانية التفكيك المحتمل لاتفاق باريس للمناخ. إذن في خلال هذه الفترة الصعبة نشأت هذه الإرادة الثابتة من أجل التحويل بصورة تشاركية وتضامنية لكوكبنا لتكون مكانا نعيش به فيه بشكل أفضل بحرية وسلام ورفاهية.